السلام عليكم، صباحكم مبروك، كل شيء بخير، صحيتكم بخير. اليوم ان شاء الله غنصوم معكم واحد الشويضه خفيفه وفيها فيتامينات زوينين و دعوا على بركه الله. كنحتاجو هذه خاصه بليصوص. اول حاجه كنحتاجو قرعه خاويه باش نديرو فيها لاصوص، كنحتاجو شويه الملحه، الابزار، معلقة لموطار، معلقة كبيرة ديال العسل، معلقة كبيرة ديال كاوكاو مهرمش ولا مطحون، معلقة ديال الزيت الرومية، غادي نزيدو عليها معلقة ديال زيت الزنجلان، أي غنكبها دابا. معلقة كبيرة هي جوج المعالق، ونحتاج معلقة الخل، هذه خاصة بلاصوص. نعود معكم، كل شيء كدير منه معلقة معلقة كبيرة إلا الملح والإبزار القياس ديالك، ومعلقة لاموطارد، ومعلقة ديال الخل وحامضة. نبداو على بركة الله. هاد الخليط غادي ناخدو نص حبة ديال المكور، هاهو بهاد الطريقة. غادي نقطعوه وخيزوية وحدة وحامضة وحدة، هادشي لي غنحتاجو لهاديك الخليط كلو لي غنصوبوه دابا باش نخلطو بيه هادي لاصالاد. نبداو على بركة الله. دابا غادي ناخذ هاد القرعه غنديروا فيها هاد الحشوه كلها، غنديروا هنا الغبره ديال الكاوكاو تقريبا واحد المعلقه كبيره، كنخليو داك الحبيبات اللي مهرمشين باش نديرهم من الفوق. كنديروا معلقه كبيره زيت الزنجلان والزيت العاديه، تنديروا الملح، تنديروا لاموطارد كلها، تنديروا الابزار على حسب الذوق، كنديرو معلقة كبيرة ديال العسل، نصرو الحامض، ها الحامض عصرناه. دابا غادي نسدو القرعة وغادي نخلطو مزيان، كتخلطوها مزيان حتى تقساح تتعود بحال مايونيز. هيا بهذه الطريقة غادي نشوفو كيفاش ولات لاصوص. هي هادي، هادي لاصوص شينوا، وحتى لي سالاد ديال لي شينوا. جديدة، غتجربوها وتفكروني. نخليو هادو هنا، غادي نمشيو نصوبو المكور ليشو وخيزو نحكوهم. دابا غنقسمو خيزو على جوج، غادي نحكوه في هاد الغليظة، ها خيزو وجدناه. دابا غادي نقطعو هاد المكور رقيق الوقت بهاد الطريقة هادي، كلشي تيعرف يقطعو رقيق الوقت ولا يحكو في الحكاكة ديال خزو هو غيجي رقيق الوقت بزاف. حنا بغينا خويطات، بغينا بهاد الطريقة.
غيناه بهذه الطريقه خويطات. نكمل واني معكم. ها هو دابا وجدناه خويطات بهذه الطريقه بغيناه. غادي نخلطوا الكل دابا. غادي ناخذوا هاد لاصوص غادي نديروها غير القياس ديالو. البنات غادي تحمقوا عليها. غادي نخلطوا مزيان. هي خاصها تعرك ماشي تخلط هكا، خاصها تعركيها بين يديك مزيان تدخل فيها لاصوص. نزيدو شويه على حسب كل واحد كيبغي السكر الحلاوه يزيد. وعينك ميزان قياسك اللي تدير هكا تلبدوها مزيان. كنوركو عليها بحال خاصها تسعرك بين يدين. دابا غادي نصبوها. يمكن ديروها في الثلاجه حتى تبرد وتاخذ حقها في الخليط. كنزيدو عليها شويه كاوكاو من الفوق بهذه الطريقه. واللي بغى يزيد لاصوص يزيدها، ملي بغاش يحطها جنبها. هذه هي الطريقه ديالها. كنخليكم على رحمه الله بالصحه والعافيه. هذه هي الشريطة ديال اليوم، لذيذة وزوينة ومفيدة وصحية. نخليكم على بركة الله. باي باي البنات، بالصحة والراحة.